لحظة الوداع. سوف أشتاق لك يا زياد. أنا كم اسمي غير غير لا أنا زياد. أنا غير زياد جوا. والله غير. I love you so much. والله هال 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 هالولد هاد إله مكان كتير كبير بقلبي. I love you so much. والله هيك يبعث لك كل شيء منيح ويأخذ عنك كل شيء مثل نشيط. ليش ليش؟ لا والله بحبه لنشيط أقسم بالله. والله I love you bro. نشوفك قريبا. يلا باي. مسحت أصابعي. باي. خلينا نعمل له باي. أسامة نشيط باي باي. بشوفكم في دبي. زياد الصرخ تعالوا معانا تعالوا معانا. باي لاف يو باي. قد ما الجو حلو والله ما نفسي هلا ارجع يعني نفسي اقعد كمان ابو هيك اسبوع. الجو كثير حلو. لا بالشورت كل الناس قاعد تمشى هون ما في شمس رواء الجو ليكو السما ما احلاها السما زيت ليكو قد ايه زرقاء. والله بس ما فيني عندي كثير اشياء لازم ارجع. يمكن عندي سفره ثانيه هالشهر عندي شي 4 سفرات ولازم اقعد قد ما فيني عشان بدي اسوي كم شغله واخلص امور ونطلع فيز قصه فما حنلحق خاصه هلا انه في مباراه كان نفسي انه اروح عليها مباراه ليفربول وتوتنهام بس ما في وقت. والله بطل الشغل الوحيد اللي بتخوف هون انه بعد الساعة 10 الواحد يفضل انه ما يطلع خرب على واحد بتصير بتقلب جي تي اي بس حلوة والله حلوة للأمان بس خطيرة يعني بتخوف. انا فل بديك جيب لك اكلم احد راجعين بدي اوديها تسمع هذا اللي كان عم يعزف بغني عربي صح؟ ايه هو بغني عربي بيعزف عربي بس هو مانو عربي يعني حكيت معه عربي ما فهمني شكله عربي صباح الخير مش حافظ انا كلامه. الله.
والله هذا فنان. ان شاء الله شي يوم هيك ليه عم بغني بشي مسرح وجايين لعنده نحن. كثير كثير عزفه حلو صح؟ والله كثير واو شكله عربي بس ما اعرف ليش ما فهم علي لما حكيته عربي. دفعت له؟ ما عنده بطاقة، عنده بس كاش معنا كاش. شو بلا لندن لما جينا عليها ما بنحمل كاش، لأن حتى اللي بيكونوا بالشارع اللي بيكونوا هيك بيكونوا معهم ماشين بتدفع فيها أنت دايركت. ورجتني هالمرة الماضية وأي سوبر ماركت أي شغلة أي شغلة أي شغلة بتدفع أنت بالأبل باي يعني بالبطاقة، فما كنا نحول مصاري ولا نسحب كاش. بس للأسف هاد ما طلع معه، للأسف هاد ما معه بطاقة لازم يدفع كاش. هاي لك صغيرة سهرة. أنا غيث، انت شو اسمك؟ انا اسمي غيث. بحطيها هون شري شري هون. شوفوا السماء قد ايه زرقاء يا جماعه عن جد والله سبحان الله الله انه حلوه. الله هاي لحالها بترد هيها فوق ترد الروح والله. شوفوا هلا كيف ما شاء الله. يا الله شو حلوه ليه. اوكي السبب انه انا اوكي فهذا هو السكارف اللي جبته. او كمان معلومه ترى انه الملعب اللي حنروحه ملعب جديد جديد يس ملعب توتنهام الجديد المفروض يكون ملعب جميل او المفروض يكون زحمه جدا لانه المباراه جدا نار في 60,000 مشجع. 60,000 مشجع. بس حتكون مباراة العمر بيقولوا لك أقوى مباراة أقوى مباراة الموسم. قد تكون أقوى مباراة. اللي حيصير اليوم محمد عدنان. محمد عدنان أقول محمد عدنان. دور لي محمد عدنان بين الجمهور. أشوفك تحكي عنا بكرة بالحلقة الجديدة يا. تخيل مباراة 0-0. لا مستحيل. تعال ناخذ توقعات. شوف مين حيفوز بالتوقعات. أوكي. أنا برأيي. استنى لازم يعرفوا هن انه ليفربول وتوتنهام اثنيناتهم ما خسروا ابدا هذا الموسم. ما خسروا لهلا؟ اثنيناتهم رقم 1-5 من الثاني والرابع الثاني والرابع فاللي بيفوز اليوم حيطلع فوق الثاني وبيكون اول واحد بيخسر. الثاني بيكون بيخسر اول شيء. توقعاتك اتوقع انا ليفربول يفوز 2-1. محمد صلاح اوكي شو توقعاتك؟ محمد صلاح جول ايه 1-0 ليفربول. اوف 3-2 حق ليفربول. 3-2 والله انبسط متعه يعني 3-2 حضل نقوم ونقعد يس نفس نفس مباراه الفاينل بين فرنسا والارجنتين كانت 3-2 لا اكثر 3-3 كانت. اوكي هلا نشوف شو حيصير. تعالوا معنا. اوكي هلا اكتشفت انه الستوريات اللي نازله بدون صوت فنرجع نجاوب السؤال اللي ليش لسه نشيط وانس وانا ما سافرنا مع انه اصاله راحت وكل الشله صارت سافر وهلا الشله كلياتهم بيكونوا طالعين على المطار هلا yes. نحن رايحين نحضر مباراه ليفربول وتوتنهام. لو سمحت توتنهام ليفربول لانه هي في ملعب توتنهام. اوكي اوكي شكله نشيط مشجع الفريق ضد محمد صلاح. لا 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 حتكون مباراه ناريه وبس هلا حصنا في صوت ابدا يعني احنا مو مشجعين هي عشان ما ننضرب بس هي جايبين عشان ما ننضرب اي واحد حينضرب نحطه عليه خلص. نحن قاعدين بنفس الكراسي مع اللي بيشجع توتنهام مع اعداء لانه هو اصلا ملعب توتنهام واحنا قاعدين قدام عند ملعب يعني عند جمهورهم جمهورهم خلص صحيح في هضب هي عشان ما ننضرب. عم شم اخر نسمات هواء قد ما الجو حلو ما بدي بدي استغل كل نسمة هرجع رطوبة الآن شمو هيك ليش احلى شيء خبطتني الشنطة وعم تتهمني انه انت طلعت الحمد لله بين على التصوير الحمد لله عشان تعرفوا مين الظالم ومين المظلوم انت طلعت بوشي كنت قدامي ولا الماكينه يلا نتخان يلا تعال ضربيني كف يلا يعطيكم العافية.